قالت مصادر مصرفية أن الريال اليمني سجل تراجعا قياسيا في العاصمة عدن والمناطق المحررة، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 1000 ريال في ظل صمت مطبق من رئاسة الحكومة. لأول مرة منذ بدء الحرب في البلاد يسجل الريال اليمني تراجعا غير مسبوق في المناطق المحررة، حيث وصل سعر صرف الريال إلى 1000 ريال مقابل الدولار الواحد، وتجاوز سعر صرف الريال السعودي حاجز 260 ريال. مصادر مصرفية أرجحت أن التراجع الحالي للعملة الوطنية يأتي نتيجة عدم توفر العملة الأجنبية بشكل كافي وزيادة الطلب عليها بشكل جنوني، مشيرة إلى أن عددا من المصارف في العاصمة عدن علقت عملية البيع والشراء للعملات الأجنبية. يرافق التراجع في أسعار الصرف للعملة المحلية خلال سنوات الحرب تدهور الحالة الاقتصادية، حيث دخلت ملايين الأسر مرحلة العوز والحاجة دون تدخلات عاجلة من البنك المركزي، وفي ظل صمت مطبق من رئاسة الحكومة التي غادرت العاصمة عدن نتيجة عدم قدرتها على إدارة ملفات البلاد الشائكة، وهو الأمر الذي أرجحه مراقبون إلى استخدام ملف العملة كورقة ضغط سياسية في ظل توقف مشاورات استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بين الطرفين المتحاورين حسب مصادر صحفية.